السلام عليكم اعزائي متابعي قناه الكوينه، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم هي كيك فريزيي. بقاو معنا وغادي نوريكم طريقه التحضير. كيف ما كتعرفوا اي كيكه او تورته كتحتاج الجينواز اللي غادي نبداو معكم بالمقادير ديالها. نحتاجوا لتحضير الجينواز 6 البيضات، كنحتاجوا ايضا 200 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاجو 125 غرام ديال الفورص، كنحتاجو جوج خمارات من فئة كل وحدة كتساوي 7 غرام، كناخدو البيض كنضيفو عليه السكر سنيدة، بعد ما طربنا السكر مع البيض خلينا يضرب واحد المده باش حتى يضعف لينا الحجم. عاد كنبداو نغربلو الفورص والخمارات بشويه بلاتي وحنا كنضربو او ميم طون. صافي بعد ما طربنا بالطراب الكهربائي كندوزو دابا نخلطو هذوك الجنيبات بالسباتش والفحلاكه بشويه. صافي دابا غادي نكونو وجدنا ديجا المول اللي غادي نكبو فيه الخليط. كما كتشوفوا احبائي فغادي نستعمل هذا المول باش غادي نطيب فيه الجينواز. نحلو بهذه الطريقه، غادي نستعمل هذا البابي سلفوريزي. بعد ما ثبتنا بابي سلفوريزي على داك الشكل غادي نقطعوا الزوائد وغادي نوضعوا الخليط في هذا المول. فكيف كتشوفوا احبائي فهذا هو شكل الخليط من بعد ما طربناه. المهم دابا غادي ندخلوها للفران اللي مسخن من قبل، سواء كان عندكم فران ديال الغاز او ديال الضو فنفس الطريقه، يعني غادي تطيبوا غادي تشعلوا الفران غير من التحت باش تطلع لا جينواز. ايوا ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل ديال الجينواز كيفاش غيوجد. معلومه اخرى هي انه ردوا ليها البال ملي ندخلوها للفران، لان المده ديال الجينواز اللي كطيب فيها مده قليله، ماشي بحال لي كيك الاخرين اللي كيحتاجوا تقريبا مده اكثر. فبقاو معايا حتى لنهايه الفيديو. كيف ما كتلاحظوا دابا غادي نوجدوا لا كريم فريش. انا كناخذ هذه النوعيه اللي كتكون من 1 لتر، المهم سائله وفيها يعني حلوه ما كتحتاجيش تضيفي لها السكر. صافي غادي نطربها وتلاقاو معكم باش نوريكم الطريقه ديال المونتاج. تبقى اضافه السكر اختياريه كل واحد وعلى حسب الرغبه ديالو. هذه هي لا كريم، بعد ما طلعنا راه كتولي بحال الثلج، يعني واخا كتكفيها فحال هكا كاع ما كطيح. صافي غادي نعملوا لها السلوفان وغندخلوها للثلاجه بين ما وجدنا الجينواز بعد ما غنقطعوها. وبقاو معنا تنوريكم طريقه المونتاج. ها الجينواز ديالنا كتجي مضاعفه في الحجم كما كتلاحظوا، يعني تقدروا تقسموها لثلاثه طبقات، يعني ما بين جوج حتى ثلاثه طبقات. وانا كنفضل ان نقطعها غير على جوج طبقات. وبقاو معنا تنوريكم الطريقه. كما كتشاهدوا بعد ما زوينا الكيك من القالب هذا هو الشكل ديالها، كتجي اسفنجيه ورائعه. بالنسبه لبديل السيرو انا كنفضل ان الجينواز بحكم ان فيها كميه ديال السكر كبيره شويه، فالوغ ما نحتاجوش اننا نسقيو بالسيرو اللي ديجا هو فيه السكر، فالوغ غنعوضوه بنسقوه بالحليب. وباش ايضا نعطي واحد النكهه للجينواز غادي نديرو فيها ساشي ديال الفاني. وكيف ما كتعرفوا بان سكر الفاني الا طاب مع الكيك فهو كيعطيها واحد الصلابه شويه، يعني كيقصها. فالوغ هاد لا تكنيك اللي غنوريكم غتعطي لو غو ديال الفاني، يعني غادي تولي جينواز فيها لو غو ديال الفاني وما غاديش تقصح، يعني غتبقى هشيشه. وجربوا هاد لاستيس اللي وريتكم وردوا عليا الخبر. صافي بعد ما وجدنا السيرو اللي غنسقيو به غندوزو دابا مرحله المونتاج. كنوضعوا اول طبقه من الجينواز على هذا الشكل وكنقطعوا الفريز على شكل شرائح وكنثبتوه من الجوانب على هذا الشكل.
صافي. بعد ما استفنا الفريز في الجناب غادي نسقي دابا الجينواز بالحليب صافي. وغادي نبدا نوضع في الكريمة على هذا الشكل. من بعد ما كملنا الطبقة الأولى ديال لاكريم غادي نوضعو في الوسط القطع ديال الفريز. صافي من بعد كنعاودو نزيدو طبقة أخرى ديال الكريمة. كنعملو دابا الجينواز من الفوق وكنسقيوها ايضا بالحليب، ومن بعد كنغطيوها بطبقة رقيقة ديال الكريمة من الفوق. بعد ما انتهينا من المونتاج ديال الكيك غادي ندخلوها المجمد، من الافضل انها تبقى ليلة كاملة، والغد ليه عاد باش غادي نزينوها ونقدموها. هذا اليوم الثاني خرجنا الكيك من المجمد، وغادي ناخذ واحد الطورشون غادي نبللوه بالماء اللي غيكون ساخن، غندوزوه من الجوانب ديال القالب لتسهيل إزالة الإطار. صافي بعد ما زولنا من الإطار حطيناها في طبق التقديم وغادي نبداو نزينوها معاكم دابا. الكيك دابا راه جامد بزاف، يعني غادي غير نزينها وغادي نرجعها للثلاجة عادية باش تولي صالحة للأكل. غادي نزينوها بالفريز من الفوق على هاد الشكل. بحكم الكيك سميتها كيك فريزي فانا كشفيت غير بالفريز اللي عملته من الجوانب، وايضا درت في الوسط على شكل ورده. كيف ما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك فريزي. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تنساوش تشجعونا وتخليو لنا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم اسفل الفيديو، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.